السلام عليكم. عملنا حلقة قبل كده عن الغدة الدرقية، كلمنا فيها عن هرموناتها وأهم تحاليلها وأعراض فرط نشاطها وأعراض الخمول. خلي كلامنا النهاردة عن الغدة التانية قريبة لإسمها كده، اسمها الغدة الجدرقية. إيه هو الهرمون اللي بتفرزه وأهميته، وإيه هي أسباب فرط النشاط في الهرمون ده والأعراض كمان؟ يلا بينا. يلا معانا. زي ما اتفقنا كلامنا النهاردة عن الغدة الجدرقية، من اسمها كده جدرقية. يعني ايه؟ يعني جارة الغدة الدرقية، يعني موجودة جنبها او قريبة منها. هي فعلا موجودة اصلا خلفها، موجودة لازقة فيها على هيئة اربع فصوص صغيرين جدا، بس لها اهمية كبيرة جدا. ايه اهمية الغدة الجدرقية؟ اهميتها بتتمثل في الهرمون اللي بتفرزه، هرمون اسمه باراثورمون. بيطلع كده من خلايا اسمها خلايا شيف، او بنسميها شيف سيلز. هرمون بروتيني بيقوم بدور مهم جدا في ان هو اللي بيحافظ لنا على نسبة الكالسيوم ونسبة الفوسفور بنسبة ثابتة دايما في الدم، ما يخليهوش طول ما فيش خلل يخليهوش يعلى ولا يقل. طب الهرمون ده هل بيشتغل على نسبة الكالسيوم في الدم دايركت كده بس ملوش دعوة بأعضاء معينة؟ لا، الباراثورمون ده المفروض انه بيشتغل في ثلاث اماكن، يشتغل على الكالسيوم اللي موجود في الكلى، ويشتغل على الكالسيوم اللي في العظم، وكمان اللي موجود في الامعاء. ليه؟ عشان يقوم بدوره مثلا في الامعاء ان هو يساعدها على امتصاص الكالسيوم والفوسفور كويس قوي عن طريق تنشيط فيتامين د، ويخرجه بقى من الامعاء للدم. في نفس الوقت كمان الكلى لها دور مهم جدا طبعا في امتصاص الكالسيوم، وكنا دايما نقول الزيادة والزايد عن حده بيخرج بره الجسم عن طريق البول. يبقى الكلى متعاونة معاه، والباراثورمون او الهرمون اللي طالع من الباراثيرويد جلاند المفروض ان هو بينظم النسبة دي بحيث ان هي متقلش ولا تزيد، ومعاها كمان الفوسفور. طيب بالنسبة بقى للعظم، المفروض احنا محتاجين كالسيوم في عظمنا، ويمكن اكتر من 98% موجود في العظم. بيجي الباراثيرويد هرمون على العظم ويسحب كمية كالسيوم من اللي موجودة فيه، اللي بتكون اصلا 98% النسبة الاعظم من الكالسيوم في جسمنا موجودة فيه، يسحب منه شوية. اول ما يلاقي نسبة الكالسيوم اللي في الدم قلت، عشان يحافظ على مستوى الكالسيوم دايما ثابت ويكون في الطبيعي زي ما احنا اتفقنا، ده اصلا دور. عشان كده لما بيجي الباراثيرويد هرمون ده او اللي بنسميه باراثورمون يزيد قوي زيادة عن المعدل الطبيعي ويبقى اوفر، ويبقى كده فيه فرط في افراز هرمون الغدة الجدرقية، هيحصل ايه؟ من ضمن اشهر الاعراض اللي بتحصل، بيحصل طبعا ضعف في العظم وتوصل لهشاشة عظام، وضعف شديد جدا في السنان. لان هو لما بيزيد قوي على المستوى الطبيعي هيزيد دوره في سحب الكالسيوم من العظم. ايه كمان من ضمن الاعراض اللي بيكون من اعراض فرط نشاط الباراثيرويد هرمون وفرط افرازه؟ طبعا بيحصل حصوات شهيره جدا انها حصوات على الكلى نتيجه زياده نسبه الكالسيوم. لان هو طبعا كون ان يبقى فيه فرط نشاط الغده الجدرقيه وفرط نشاط الافراز بتاع الهرمون اللي طالع منها هيزيد نسبه الكالسيوم في الدم، تبقى اوفر زياده عن الطبيعي، فبالتالي ممكن يحصل حصوات. من ضمن الاعراض كمان الشهيره جدا كثره التبول، وبالتالي بيحصل زياده في العطش، يحصل زياده في الشعور بالارهاق والتعب المستمر، ويبقى العيان ما يبقاش عارف ايه السبب ويشك في كذا حاجة، ما يعرفش ان السبب الرئيسي هو خلل في هرمون الغدة الجدرقية وفرط نشاط فيه. طيب ايه اصلا الاسباب اللي ممكن تؤدي لزيادة مستواه وخلل في الغدة الجدرقية بالشكل ده؟ اشهر الاسباب اورام الغدة الجدرقية الباراثيرويد جلاند، بتكون اغلبها الحمد لله اورام حميدة وسهل استئصالها بالجراحة وسهل حل المشكلة. طيب لو في مثلا مشكلة تانية، ممكن التعرض للإشعاع، ممكن العوامل الوراثية تعمل كده. السبب الأشهر منهم كلهم هو كسور الكلى أو الفشل الكلوي، ممكن يسبب خلل في الباراثيرويد هرمون.
ايه كمان من ضمن الاسباب؟ سبب شهير جدا ويعتبر ارتفاع ثانوي للباراثيرويد هرمون نتيجة نقص اصلا في الكالسيوم او نقص فيتامين د، فهو بالتالي عشان يعوض النقص ده بدأ يزيد ويرتفع في نسبته عن النسبة الطبيعية عشان يرفع الكالسيوم، يرفعه في الدم، يسحبه بقى من العظم زي ما اتفقنا، من الامعاء، من الكلى، تمام؟ طيب دي اشهر الاسباب واشهر الاعراض لفرط النشاط والغده الجدرقيه وارتفاع في الهرمون. عشان اكشف اصلا بالتحاليل عن حاجه زي دي بعمل 3 تحاليل هي الاشهر، وفي تحليل كمان ممكن نعمله. خلينا نتكلم في الاشهر الاول. بيطلب من العيان او المريض بتاعنا باراثيرويد هرمون، طبعا هتلاقيه مرتفع عن الطبيعي، اللي هو لحد كام؟ اغلب الدكاتره كده واغلب المعامل لحد 70 نعديها. طيب تاني حاجه، لما نيجي نعمل كالسيوم تاني تحليل توتال كالسيوم، طبعا هيطلع مرتفع عن المعدل الطبيعي اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده، ممكن ترجعوا لها. كنا قلنا كام؟ من 8.5 ل 10.5 في اغلب المعامل، ملي جرام لكل ديسيليتر، هنلاقيه طبعا مرتفع عن المعدل الطبيعي. نيجي في الفسفور او اللي بنسميه الفوسفات، ممكن نلاقيه طالع ايه؟ هيطلع اقل من المعدل الطبيعي، اقل مش ازيد. اما لو في مشكله في الكلى بنلاقيه هو كمان زايد عن الطبيعي، انما طول ما الحاله مفيش فيها مشكله في الكلى والمشكله بس في الغده الجدرقيه بنلاقيه اقل من الطبيعي. طيب ممكن ايه تحليل تاني كمان يتطلب ويثبت اكتر ان دي حاله فرط نشاط غده جدرقيه؟ تحليل اسمه الاي ال بي، نسبه الاي ال بي يعني الالكالين فوسفاتيز، ودايما هنبص نلاقيه برضه عالي عن المعدل الطبيعي لانه بيعلى في حالات فرط نشاط الغده الجدرقيه. طب لو في شك في فرط نشاط غده جدرقيه وعامله مشاكل كتير زي ما احنا بنقول كده، هل الدكتور بيطلب تحليله وبس؟ لا طبعا، بالاضافه طبعا للكشف السرير ومعرفه الهيستوري او التاريخ المرضي بتاع المريض والعمل الوراثي موجود ولا لا، لازم برضه في اغلب الحالات بيطلب التراساوند او اللي احنا بنسميها اشعه على الرقبه عشان نشوف الغده الجدرقيه فعلا ازيد في حجمها عن الطبيعي ولا موجوده بنفس الحجم اللي متعرف عليه، فنطمن اكتر ان مفيش اورام غده جدرقيه. بالاضافه للتحاليل طبعا اللي انا قلت عليها ونشوف نسبتها طالعه في المعدل الطبيعي ولا طالعه في ازدياد، بنطمن ان مفيش كده فرط نشاط غده جدرقيه. هي الحاله الاشهر فرط نشاط فيها، وفي طبعا حاله الخمول لازم نبقى عارفين انها بالعكس بقى في التحاليل، وبيكون طبعا في نقص شديد جدا في نسبه الكالسيوم ونقص كمان في فيتامين د، والعكس بقى بدل ما يبقى فيه الا الفوسفور يبقى فيه ارتفاع في نسبه الفوسفور. دي كل حاجه تعتبر بتخص هرمون اللي احنا بنسميه باراثيرويد او هرمون الغده الجدرقيه او باراثيرويد هرمون، اللي طالع منين؟ الباراثيرويد جلاند. قلنا اشهر اعراض فرط النشاط، وقلنا كمان ايه هي التحاليل اللي بنطلبها. اللي محتاج اي حاجه يكتب لي في كومنت، ما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك وشير، لو اول مره تشوفنا اشترك في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي.